بسم الله، مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من البي والهالم. وحلقتنا النهارده شيقه جدا وصعبه جدا. فقبل ما نبتدي ونتكلم في موضوع الحلقه، ارحب بزميلتي نورين. ازيك يا نورين؟ ازيك يا ممدوح، عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. حقيقي النهارده انا يعني هقول طبعا يا مساء الخير والفل والجمال على كل الناس اللي بيشوفوا برنامج البي والهانم، بس النهارده انا متضايقه شويه من بعض الهوانم. تصرفات صعبه، صح، والموضوع صعب، واللي هيتفرج علينا النهارده انا بتهيالي انه هيتاثر من الموضوع، لان احنا لما كنا انا وزميلتي بنقرا الموضوع والسكريبت لقيناه صعب قوي يا جماعه. ان احنا ممكن نتخيل ان في ام برحمه القلب بتاعت الام وجمالها انها تقسى على ابنها وضنها ما توريهوش ابوه، ده حقيقي، صعب قوي ده. حقيقي. بص انا مش عايزه اتكلم النهارده كمان عن الرجاله او كده، لان النهارده الحالات اكتر تخص الامومه، ولكن لا ام ولا اب حد ممكن يحرم ابنه من يشوف ابوه مهما كان الغل والضغينه والعنف، ومهما كانت تعرضتي بايه، ملوش دعوه الطفل يا جماعه. ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. النهارده موضوع حلقتنا بيتكلم عن ناس وحالات وابهات ما شافوش اولادهم بسبب ان امهاتهم ممتنعين ان هم يخلوهم يشوفوا الاولاد. مشكله الرؤيه انك تشوف ابنك عن طريق نادي او مركز شباب، ومش عارف تاخد وتدي معاه، مش عارف يعيش في حضنك، ليه ما نخلصهاش بود؟ طب خلاص انا عارف ان بيبقى في محاكم ومشاكل وحاجات كده، وقت الرؤيه اديله مساحته ان يشوف ابنه، ان يتكلم معاه. يا جماعه احنا مع الطفل مش ضده، احنا المفروض بنأسس جيل طالع. ليه نطلعه كاره للحياه وكاره الام وكاره الاب وكاره الاسره وكاره الجواز وكاره الدنيا؟ ليه ما نقفش جنبيه ونسنده ونخليه يحب الدنيا؟ ليه الام تعمل كده؟ وليه الاب ممكن يوصل لمرحله انه يقسى على الزوجه فانها تضطر تعمل فيه كده؟ يا جماعه ليها حل، اكيد ليها حل، اكيد طبعا ليها حل. انت فاهمه يعني ايه ان ابنك ما عندوش؟ انا مش هتكلم عن الزوج خالص يا ستي، الزوج ده ما بيستاهلش، عمل فيكي حاجات كتير جدا. مع اني انا مش بحب ان الانفصال يبقى كده، يقولك دايما البني ادمين الصح نهايات، ولكن لو كانت النهايه سيئه، ابنك لا ليه ذكرى مع ابوه. عارفه يعني ايه اب؟ افتكري انت ابوكي، الاب ده ظهر، سند، عمود فقري، سواء اللي كان بنتك او لابنك، صوره بنتك محتاجاها تكون موجوده في حياتها عشان تعرف ترتبط وتتجوز، وابنك عشان يبقى راجل صح لازم يشوف صورة اللي هي الأب. بتحرميه من الأبوة لعمر الخال ولا العم ولا الجد، ولا أنت شخصيا تقدري تاخذي مكان الأب. أنا والكلام كمان للستات. أنا هقطعك لحظة واحدة، معلش خش عليا بالكده، أنا بسقف لنورين. أنا بشكرك على الكلام الحلو اللي أنت قلتيه بجد، شابو ليكي الحقيقه. يا ميرسي طبعا يا ممدوح، بس انا الحقيقه انا بتكلم بجد من قلبي جدا جدا جدا. وطبعا بنقول الابهات، بس ده مش موضوع حلقتنا النهارده، انك تحرم زوجتك او ابنك من الامومه.